مسلسلات رمضان السنه دي كان فيها تنوع ملحوظ. بقدم صاحبة المقام الرفيع في التمثيل. أول ما جالي الموضوع وقعت في غرام. الطيبين ما بيكسبوش، لكن اللي بيغير وشوش كل يوم بوش شكل، ده اللي بيلم القروش. النجم بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، خالد أنور، سلوى عثمان، كيام قمر، مصطفى درويش، شريف حافظ. ما بيفكرش غير إن هو يعمل الصح لكل الناس. خلينا نسأله شويه اسئله محرجه، بس احنا ايه، نشيل من على نفسنا احنا الحرج. طب ما انا اشوف السؤال وسلوى اللي تجاوب. لا لا لا. اكتر حاجه بحبها في شكلي قرشي. اكتر حد تعبك في اللوكيشن من اللي قاعدين. بكلمك مش بترد. مشغول مش كده؟ طب ما تقول. الحظر تخنك كام كيلو؟ تصدق انه تخني؟ تخني 3 كيلو. مين بقى اللي هيفرفش فيكم؟ معكم منى الشاذلي، الجمعة الساعة 9 مساء على CBC.